أقول الآية اللي قرأتها في بداية الـ يعني الحلقة عن يسوع على اسمه يكون رجاء الأمم. هذه تعتبر جوهرة، هذه الآية جوهرة ثمينة جدا، تتكلم عن صورة بارعة لشخص يسوع المسيح الخادم. ما فيش شيء بهزه، يعني هو الملك، سواء انه الملك يتواضع انه يأخذ صورة خادم ولا صورة عبد، هذا لا يقلل من قيمة العبد او قيمة الملك. فمكتوب الذي اذ كان في صورة الله لم يحسب خلص ان يكون معادلا لكنه اخلى نفسه، يعني اختار انه يتواضع، اختار انه يأخذ صورة عبد، لكنه هو الملك. اذا الملك اللي في قصر بغير الملابس الملكية وبيمشي بين رعاياه بين الشعب حتى يفحص الشعب ويتعامل مع الشعب، يشوف يعني ايش الشيء القاسم المشترك، هذا لا يقلل من شأن او اهمية الملك، بل بالعكس يثير فيه الاعجاب اكثر والمحبة اكثر في هذا الشخص العظيم المتواضع، في هذا الشخص الوديع المتواضع مع كل العظم ومع كل الامكانيات اللي عنده، لكن اختار ان يكون مثلي حتى يتعاطف معي ايضا.